حقيقة الأجواء الشتوية في جازان أجواء مميزة ورائعة ودافئة جدا، يستمتع الناس بها، وكما تشاهد الصورة من خلفي الناس يخرجون للاستمتاع بهذه الأجواء. أنا الآن في الكورنيش الشمالي بجانب جامعة جازان، والناس هنا يستمتعون بهذه الأجواء، حيث شهدت مدينة جازان منذ الصباح الباكر أجواء ماطرة وأيضا أجواء حقيقة غائمة بشكل مميز ورائع. وكما تعلم أن منطقة جازان تشهد في هذه الأيام أجواء دافئة جدا مع ارتفاع أو مع انخفاض درجات الحرارة الشديد في مختلف مناطق المملكة، إلا أن منطقة جازان تشاهد أو تحافظ على دفء أجوائها في الشتاء، حيث أن مدينة جازان تشهد عددا من الفعاليات الشتوية عبر شتاء جازان، وتشهد حقيقة إقبالا كبيرا من الزوار والمستضيفين من خارج المنطقة. وزادت هذه الفعاليات حقيقة هذه الأجواء روعة وجمالا إلى جمال هذه الفعاليات، حيث أننا هنا في منطقة جازان في هذه الأيام نشهد إقبال أجواء ماطرة ومميزة جدا من الجبال إلى السهل. الناس يذهبون في هذه الأجواء زميلي حسن إلى الكورنيش الشمالي الذي أنا أقف في جزء منه، أيضا الكورنيش الجنوبي وكذلك جزر جعافرة. وتعرف أن الناس يستمتعون الآن بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، ولذلك أتت هذه الأجواء الماطرة في وقتها المناسب كما يرون الناس ويستمتعون بها. ونحن نتحدث عن استمتاع الناس، ربما الصورة من خلفي تصف هذا الحديث وصفا دقيقا. نحن في الظهيرة الآن الساعة 1 ظهرا، ولكن الناس تركوا منازلهم وخرجوا للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة. طبعا الدفاع المدني والجهات الأمنية تتواجد في مثل هذه الأماكن لتحذير الناس، وأيضا لمباشرة أي حالة تستدعي المباشرة، وأيضا جميع الجهات تستنفر جهودها لمتابعة هذه الحالة المطرية، كما أن الناس يستمتعون بها، الجهات الأمنية تستنفر وترفع من درجة استعداداتها.